ميليشيات الحوثي تقصف ميناء المخا أكبر الموانئ البحرية اليمنية بأربعة صواريخ وثلاث مسيرات بعد دقائق من زيارة وفد وزارة النقل. انطلاق الخطة الأمنية الخاصة بالانتخابات العراقية، ومستشار الأمن القومي يعتبرها الحل الوحيد للتغيير. تقارير عن صفقة تمنح سوريا الغاز والكهرباء مقابل تسهيلها مرور الغاز المصري عبر أراضيها إلى لبنان، وحديث عن مفاوضات مع واشنطن لتجنب قيصر. حديث عن صراع أجنحة داخل النظام السوري بين متشددين ومنفتحين، وتورط روسي بحسب موقع ستراتفور. ترجيح يمنح الثقة لحكومة ميقات أواخر الأسبوع المقبل، وتساؤلات محلية حول بيانه. أهلا ومرحبا بكم مرة جديدة برفقتنا إلى ساعة إخبارية مفصلة، نبدأها بآخر التطورات والمستجدات في اليمن، حيث شنت ميليشيات الحوثي هجوما على ميناء المخا باستخدام أربعة طائرات مسيرة. وأكد مصدر في قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي أن الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط اثنتين من الطائرات، بينما ألحقت طائرتان أخريان أضرارا بمخازن المنظمات الإغاثية العاملة في مناطق الساحل الغربي. وندد مدير عام الميناء عبد الملك الشرعبي بهذا الهجوم الإرهابي الذي يأتي بعد أسابيع من استئناف الميناء لنشاطه التجاري، ووصفه بجريمة الحرب المكتملة الأركان، موضحا أن الهجوم يعيق تدفق الغذاء لسكان الساحل الغربي والمناطق المحيطة به. إلى ذلك، تواصل ميليشيات الحوثي الانقلابية انتهاكاتها الجسيمة في اليمن واستهداف المدنيين، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراضه وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت نحو خميس مشيط. وقال التحالف أن محاولات الميليشيا العدائية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة، وأضاف أنه تصدى لمحاولات الميليشيا بإطلاق المسيرات، مشددا على أنه سيتخذ إجراءات صارمة لحماية المدنيين. قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاذمي أن هناك بعض الجماعات التي تحاول ابتزاز الناخب والتأثير على قرار التصويت لديه بالقوة وتجاوز على الدولة والقانون. وأكد القاذمي أنه تم إنجاز كل متطلبات العمليات الانتخابية، لا سيما التأمين وضمان الحفاظ على نزاهتها بمراقبة أممية دولية، وبأنها ستجرى بموعدها المقرر في 10 أكتوبر المقبل. واليوم أكد رئيس العراقي برهم صالح أن الانتخابات النيابية تمثل خطوة نحو تحقيق الإصلاح والتقدم. صالح رأى أن العالم يتطلع باهتمام إلى الانتخابات العراقية، مشددا على وجوب دعم القوى السياسية كخيار للناخبين في اختيار ممثليهم. هذه الانتخابات التي أردناها جميعا، شعبا وسلطات وقوى سياسية ومجتمعية، بوابة لإنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية نريدها قادرة فعلا على تحقيق الإصلاح وعلى تأمين بيئة عمل سياسي وخدمي واقتصادي يتجاوز المشاكل في العملية السياسية وآفاتها، ومنها الفساد ونهب الثروات وتعطيل المشاريع والنقص في الخدمات. ممثل القائد العام للقوات المسلحة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج اعتبر أن السبيل الوحيد للتغيير في العراق هو الانتخابات البرلمانية المرتقبة في 10 أكتوبر المقبل، ودعا الأعرج العراقيين إلى المشاركة والتعبير عن آرائهم وقطع الطريق أمام من وصفهم بالمزورين. هذا وأشار إلى اتفاقيات مع عدد من الدول لتدريب القوات العراقية من بينها حلف شمال الأطلسي لتقديم الدعم للأجهزة الأمنية.
ومع اقتراب موعد الاقتراع للانتخابات العراقية في 10 أكتوبر القادم، أعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات حصر تصويت النازحين عبر البطاقة البيومترية، وقالت إن عدد المراقبين الدوليين وصل إلى أكثر من 500 مراقب. هذا ومن المقرر فتح مراكز الاقتراع أمام الناخبين النازحين ومنتسبي الأجهزة الأمنية ونزلاء السجون في 8 أكتوبر المقبل وفي 10 للتصويت العام. وأوضحت أن عدد مراكز النازحين يبلغ 86 مركزا تتوسع على 309 محطات اقتراع، مؤكدة أن تصويت النازحين سيكون عبر البطاقة البيومترية حصرا، كما سيتم إرسال فرق خاصة لتسليمهم بطاقة الاقتراع. في سياق منفصل، أوضحت المفوضية أن هنالك مخالفات رصدت في محافظات عديدة كالسليمانية والبصرة بخصوص الدعايات الانتخابية. هذا وتتراوح عقوبة المخالفين من الإنذار إلى الغرامة المالية وتصل إلى السجن لمدة 6 أشهر. الدعاية الانتخابية في العراق شحيحة، إذ يشير مراقبون إلى أن ثمة انحساراً واضحاً في عدد اللافتات الانتخابية في شوارع المدن العراقية وتحديداً في العاصمة بغداد مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة، الأمر الذي أرجعه محللون إلى غياب البرامج التي تقنع الناخبين. فغالبية الأحزاب المتنافسة على نيل مقاعد البرلمان في انتخابات أكتوبر باتت تركز على قواعدها الحزبية، فلم ترتبط الدعاية الانتخابية بوعود ومشاريع بل المراهنة على المصالح الشخصية للجمهور المؤيد. وهذا يعني أن قدرة الإقناع لدى الأحزاب والكتل السياسية باتت تتضاءل بشكل كبير، حتى أن بعض الأحزاب الدعاية التقليدية استخدم شعارات مستعارة من الانتفاضة العراقية في ظل سيادة دعوات المقاطعة الواسعة التي أطلقها الناشطون، فيما شهدت العديد من المدن العراقية تمزيقا للافتات بعض المرشحين. كما ويرى محللون أن أسباب تراجع الدعاية هو أن المجتمع العراقي أصبح يركز على بناء الدولة أكثر من الولاءات والهوايات الفرعية. ملف النازحين والمهجرين وغالبيتهم من العرب السنة والأيزيديين والمسيحيين لا يزال ملفا شائكا ومعقدا بسبب التدخلات السياسية الكبيرة التي تحول دون عودة أكثر من 1 مليون نازح إلى محافظاتهم. الزميلة هدير الرباعي تشرح لنا المزيد بالنسبة لهذا الملف. معك الكلام هدير، تفضلي. نعم جيزيل، إذن الموضوع كله يتعلق بسيطرة داعش عام 2014 على مدن الشمال وغرب العراق، وعمليات التحرير التي يعني خاضتها الحكومة العراقية في عام 2017. هذه العمليات أدت إلى هروب أو مغادرة حوالي 6 ملايين شخص عراقي منازلهم ومناطقهم في عموم هذه المحافظات المسيطر عليها كان من قبل داعش. وزارة الهجرة العراقية أكدت أن أحدث الأرقام تشير إلى أن نحو 1 مليون شخص ما زالوا مشردين داخل البلاد، وأوضحت أن أكثر من 1 مليون نازح عراقي معظمهم في مخيمات داخل إقليم كردستان. تتوزع هذه يعني المخيمات على المحافظات، وبالتحديد يعني المخيمات الأولى هي في كردستان، 17 مخيما في محافظة توك، و6 مخيمات في أربيل، و4 مخيمات في محافظة السليمانية. أما في باقي المحافظات فإنها تتوزع كالتالي: 6 مخيمات في جنوب الموصل مركز محافظة نينوى، ومخيمان في كركوك، و3 مخيمات في ديالى، و27 مخيما في الأنبار، ومخيمان في بغداد، ومخيم واحد في كل من محافظة صلاح الدين ومحافظة كربلاء. مفوضية الانتخابات أكدت في تصريحات سابقة أنها استطاعت الوصول إلى مخيمات النازحين عن طريق فرق المفوضية الجوالة لتدقيق البيانات الثبوتية للنازحين، وبعدها تمنحهم البطاقة البيومترية. ووفق المفوضية فإن البطاقات أمينة ورصينة وهي قصيرة الأمد، لا يمكن تزوير البطاقة
البطاقات البيومترية وستكون جزءا من نجاح العملية الانتخابية. أكدت المفوضية أيضا أنها عطلت وحجبت بيانات بطاقات بيومترية أصدرت خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا يعني ضمن الخمس سنوات إبان سيطرة داعش ومعارك التحرير على المحافظات الشمالية والغربية. هنا يعني كان ملاحظ وما زال قيام تنظيم داعش في عام 2014 بالتلاعب بسجلات النفوس في المحافظات التي سيطرت عليها، لهذا لا يمكن التأكيد على أن كل النازحين حصلوا على بطاقات بيومترية، حيث تعتبر هذه من أبرز المشاكل التي تواجه معظم النازحين حتى الآن، هو الحصول على الأوراق الثبوتية، فضلا عن مشكلة أخرى ستؤدي إلى خلل في تصويت المكونات، وبالتالي سيسبب هذا الخلل أكبر في تمثيل هذه المكونات في البرلمان العراقي القادم. هي عملية هجرة كبيرة لعموم العراقيين إلى الخارج، ومنها على وجه الخصوص العوائل المسيحية التي اضطرت للهجرة والتي أدت إلى تقليص تعداد المسيحيين بنسبة 80% بالعراق، وهذا خلل كبير، وكذلك المشكلة بالنسبة للأزيديين المهاجرين والعراقيين بصورة عامة الذين سيحرمون الآن من التصويت في انتخابات أكتوبر بعد شهر تقريبا. جزيل، نشكرك هدير لكل هذه التوضيحات التي تفضلت بها وهذه التفاصيل عن ملف النازحين في العراق. أيضا في متابعة لهذا الملف ينضم إلينا من إربيل الدكتور مهند الجنابي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية. أهلا بك دكتور مهند برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. لماذا يعني هذا الملف تحديدا ملف النازحين العراقيين هو شائك ومعقد، ولماذا لا يزال يراوح مكانه برغم مرور عدة سنوات يعني من تهجير داعش لهم؟ السلام عليكم أستاذة جزيل، تحياتي لكم وللأستاذة هدير وللسادة المشاهدين. طبعا قضية النازحين التي هي بدأت حتى قبل احتلال تنظيم داعش الإرهابي لمحافظة نينوى، تحديدا في ديسمبر من عام 2013 عندما اقتحمت السلطات آنذاك ساحات الاعتصام في محافظة الأنبار، وشهدنا موجة هجرة كبيرة من سكان محافظة الأنبار وبعض سكان محافظة صلاح الدين إلى أقليم كردستان، وأكمل هذه العذابات تنظيم داعش واحتلال تنظيم داعش. منذ ذلك الحين حتى الآن كانت قضية النازحين وقضية المهجرين داخليا هي قضية تسيس من قبل القوى السياسية والمتحكم بالقرار السياسي والمتحكم في قضايا المهجرين على مستوى وزارة الهجرة وعلى مستوى الحكومات المتعاقبة. مسألة أخرى أيضا، بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي لا تزال بعض القطاعات العسكرية وبعض الميليشيات وبعض قطاعات الحشد الشعبي منتشرة في أحياء سكنية، وهي لأسباب تعلن أن لأسباب أمنية لا تسمح بعودة النازحين أو بعودة المهجرين. فضلا عن ذلك حجم الدمار الشامل وعسر الحالة المعيشية وإمكانيات إعادة الإعمار بالنسبة للمهجرين في إعادة منازلهم ومساكنهم، كل هذه العوامل وهذه الأسباب ساهمت في تفاقم هذه القضية. وأيضا هنالك قضايا تتعلق بالمتهمين بارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي وعدم السماح بعودتهم إلى مساكنهم، وهذه قضية كبيرة جدا على مستوى محافظة نينوى وتقل يعني يقل تأثيرها في بعض المحافظات الأخرى. هذه القضية إذن هي خضعت للابتزاز السياسي وللفساد السياسي، وأيضا حتى أموال إعادة الإعمار وأموال إعادة النازحين وإعادة توطينهم هي أيضا كانت على مسرح التنافس بين القوى السياسية على مدى هذه الأعوام، وحتى الآن هذه القضية لم تحسم بشكل كلي، لا تزال هنالك حسب بيانات أكثر من 27 مخيم للنازحين. هذه قضية أعتقد أنها تعيق إعادة الإعمار وتعيق بناء السلام بشكل كامل في العراق في ظل عدم إعادة النازحين. دكتور مهند، المحافظات إلى أماكنهم. معظم هؤلاء النازحين هم في إقليم كردستان وهم موزعون يعني على المحافظات، ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لغاية اليوم يعني للتقليل من مشاكلهم؟ يعني إلى حد قبل أشهر الحكومة اتبعت سياسة إغلاق المخيمات وإنهاء هذه المخيمات، و
العمل على إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم، لكن هذه السياسة هي لم تشمل المخيمات داخل إقليم كردستان. هنالك بعض العقبات الأمنية والعقبات الاقتصادية التي تعيق إغلاق هذه المخيمات، باستثناء أعتقد مخيمين، مخيم الجدعة 5 والجدعة 4، وهذا أيضا أثار قضية في محافظة نينوى، أثار قضية مؤخرا في عودة بعض عوائل تنظيم داعش الإرهابي من مخيم الهول إلى هذا المخيم. هذه المشاكل والمشاكل القانونية واتهام بعض النازحين بانتمائهم إلى تنظيم داعش أو أحد أفراد هذه العوائل ينتمي إلى تنظيم داعش، على المستوى المجتمعي هنالك رفض من قبل المجتمعات المحلية لإعادة هؤلاء. على المستوى القانوني أيضا في مسألة عدم وجود وثائق، هم خرجوا بأرواحهم، لم يحملوا معهم وثائقهم الثبوتية، وبالتالي كيف تتعامل معهم يعني مفوضية الانتخابات؟ نعم نعم، هذه الإجراءات أعتقد أنها ليست في هذه الانتخابات. في الانتخابات السابقة كان هنالك تعاون من قبل وزارة الهجرة والمهجرين، وكان يفترض أيضا أن تكون بيانات كاملة لدى وزارة الهجرة بأعداد هؤلاء، وأيضا من هم مشمولون بالمشاركة السياسية والمشاركة في الانتخابات. ونحن الآن لدينا ثلاثة مواليد 2000 و2001 و2002 هم مشمولون بالمشاركة، بالتالي هذه البيانات أعتقد هي بيانات إدارية، لكن هنالك نلاحظ يعني عدم دقة وضعف في الإجراءات الإدارية على مستوى وزارة الهجرة وعلى مستوى باقي مؤسسات الدولة في متابعة قضية النازحين، وإلا كان يفترض منذ أعوام أن تغلق هذه المخيمات بالكامل ويعود الناس إلى مناطقهم وإلى منازلهم. على كل حال انتهى وقتي معك، ولكن طبعا لهذا الحديث بقية، سيكون لنا متابعة في هذا الملف. نشكر لك هذه المشاركة معنا من إربيل، الدكتور مهند الجنبي الناشط الحقوقي وأستاذ العلوم السياسية، شكرا لك لكل هذه الإيضاحات. أبناء الشعب العراقي جميعا، من شرفاء الشعب العراقي أن ينتخبون ويحدث تغيير، وإلا إذا بقوا متهربين من الانتخابات ويسمعون دعايات الأحزاب الفاسدة اللي يقول لهم لا تنتخبون، لأنه نفس الوجوه راح تبقى، هم نفسهم الوجوه يسوون هاي الدعايات حتى يبقون بعد عشرات السنين يسرقون بأموال الشعب. لا يعني خدمات معدومة بالعراق، يعني أتعجب جدا، أتعجب من هالوضعية اللي سنة عن سنة أسوأ. يعني ما ينتخب أنا أعتبره إنسان يعني من الخونة. أكو عندنا وجوه جديدة بالساحة، يعني أكو أطباء، أكو محامين، أكو ناس مثقفين، أكو ناس واصلة، فما لهم وجود. فهذه مع الأسف كالأحزاب وكلها هي مسيطرة على هذه المؤتمر. في حالة عزوف بعض الناخبين وعدم الذهاب إلى في يوم الاقتراع، هذا يؤمن بقاء نفس الوجوه السابقة. لذلك دعوة عامة أنا عن نفسي وعن عائلتي وعن كل من يسمعنا بأنه المشاركة بالانتخابات والتجديد هي الحل الأمثل للتغيير. الشخص الصح من ناحية نقول أن المرشح يكون صح، شخصية مهيمنة، شخصية جيدة، مو سيطرة الأحزاب، تكون لازم تكون الشخصية وطنية غير تبعية، هذا الشيء راح يغير هواي أكيد. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد الفاصل. ترقب لبناني لبيان حكومة ميقات الوزاري وانتقاد لحصول الرئيس عون على الثلث المعطل المبطل. فنجان من القهوة، قليل من الموسيقى، بداية مثالية ليوم رائع. مهلا، شيء ما ينقص المشهد، لعله الانتباه، التأهب، الاستعداد ليوم جديد. حافل كسابقي بوقائع، أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك. حاضرك، مستقبلك، قد تعيد رسم تاريخ منطقة بأكملها. النشرة الصباحية، كن مستعداً.
في كل يوم. تحديات أمنية واقتصادية وسياسية واحتجاجات شعبية طالبت بالتغيير، تحالفات وائتلافات، توترات وخلافات، وأكثر من 40 مليون عراقي ينتظرون الحلول والفرص. كل ما يخص الانتخابات العراقية من تحليل ورصد ومتابعة وقراءة للواقع العراقي بكل تفاصيله. الانتخابات العراقية من السبت إلى الخميس 7 بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. أهلا ومرحبا بكم من جديد. وردت تقارير عن التوصل لصفقة مقايضة بين حصول سوريا على الغاز والكهرباء مقابل تسهيل مرور الغاز المصري عبر أراضيها إلى لبنان، كما أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي عن إجراء مباحثات مع أمريكا لتجنب عقوبات قانون قيصر على النظام. يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه موقع المونيتور عن نتائج اجتماعات وزراء طاقة الأردن وسوريا ولبنان ومصر، وأوضح أن الغاز المصري سيوفر ما يعادل 4 ساعات يوميا من الكهرباء في لبنان، الذي يتواصل حاليا مع البنك الدولي لتحديد تكلفة الغاز المصري. في الوقت نفسه سيكون شريان الغاز المصري إلى لبنان أداة لكسر العزلة عن النظام السوري بحسب المونيتور، ومحاولة لإنهاء معاناة الشعب السوري، وهو ما ناقشه العاهل الأردني خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن وموسكو، حيث اتخذت القاهرة وعمان خطوات نحو تنفيذ خطة نقل الغاز، وإلى أي مدى يمكن لإدارة بايدن أن تتنازل عن العقوبات المفروضة على النظام. إلى جانب الشق الاقتصادي، يمكن أن تسهم اتفاقات الغاز بالتوصل إلى تسوية سياسية للصراع السوري بدعم موسكو وواشنطن، خاصة بعد سيطرة النظام على درعا التي تعتبر جزءا رئيسيا من خط أنابيب الغاز إلى لبنان. وللمزيد حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن الدكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. بالتوقف عند هذا الملف، موضوع جر الغاز إلى لبنان عبر الأراضي السورية من مصر والأردن، إلى أي مدى نحن اليوم أمام تسوية لسوريا؟ التسوية ليست ناضجة بعد. أولا من حيث المبدأ، نعم إدارة بايدن منذ البداية قلنا أنها ستفصل بين الجانب الإنساني والجانب السياسي والاقتصادي، وبالتالي عقوبات قيصر ستستمر بشكلها المحدد وفي كل القطاعات. أما فيما يتعلق، نحن نقترب من لحظة يمكن الحديث فيها عن النفط مقابل الغذاء. نعم. وبالتالي يعني ليس هناك نفط سوري، ولكن المقصود هو أن في القضايا الحياتية يسمح بمرور مقايضة رئيسية متعلقة، ولكن النقطة الرئيسية هنا هي قضية أن أنبوب النفط هو أنبوب عربي، هو أنبوب عمليا ستبنيه دول غربية. روسيا ليست منسجمة تماما، هي تعتبر الأرض السورية أرض يعني خاصة بها، ويفترض أن تمر بها أنابيبها أو مشاريعها. هذه إحدى نقاط الاحتكاك في هذا الموضوع. أما قضية وصول الغاز والنفط إلى لبنان، فهو الهدف منه أن لا تكون لبنان رهينة لقضية الغاز والنفط الإيراني، علما أن الولايات المتحدة لا ترى أنها يعني لها مصلحة أو ترغب في أن تقوم بقطع الطريق على ناقلات نفط الإيرانية. هذا ليس في وارد شيء من هذا القبيل. لذلك الأفضل هو خلق البديل الثابت الذي يعني عمليا يلحق لبنان وسوريا من حيث من الناحية الاستراتيجية بمنظومة النفط العربي. نعم، يعني أود الاستفادة من وجودك معنا اليوم دكتور تقي لنتحدث يعني عن وجود صراع أجنحة في سوريا بين من هم يودون الانفتاح وبين يعني جزء آخر هم المتشددون الذين يريدون يعني الحفاظ أو إحكام قبضتهم الأمنية على مفاصل الحياة في سوريا، لا سيما الاقتصادية منها. برأيك يعني هل روسيا
هل روسيا دكتور تقي، هل روسيا اليوم ستتدخل وستلعب دور في هذا المجال؟ روسيا أصبحت أمام طريق مسدود، وهي تدرك تماما أن النظام قدرته على المصالحة الاستراتيجية أصبحت ضعيفة. الاتفاقات التي تمت بين الإسرائيليين والأمريكان، وأيضا في زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي لموسكو، تطرقت بشكل رئيسي لموضوع إبعاد الإيرانيين عن سوريا، لأن هذا هو لب القصيد عمليا. نعم. بالنسبة إسرائيل وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار نستطيع القول بأن روسيا أصبحت كما قلت في وضع صعب، لديها نفوذ جدي وقوي جدا في أجهزة المخابرات السورية وفي أجهزة الجيش السوري، ولكن بالمقابل النظام السوري يعمل على أساس الجزر، كل جزيرة منفصلة تماما بصلاحياتها وآليات عملها ومختلف أشكال إدارتها بشكل مستقل عن الآخر، تتنافس تتصارع، وبالتالي هناك كتل من الجيش السوري ومن النظام ومؤسساته الأمنية العميقة مرتبطة بروسيا، وجزء آخر مرتبط بإيران، وهذا من منذ القدم. والأساس بالنتيجة كل هذه القوى تتجمع حول القصر وحول الإدارة المتعلقة بالقصر. الجديد في الموضوع هو روسيا تتحدث الآن عن، وهناك حديث في عدة أوساط عن تقسيم سوريا إلى فيدراليات. سنتابع هذا الحديث، ولكن بعد قليل أرجو دكتور سمير تقي أن تتفضل بالبقاء معنا، سنعود إليك تباعا. بعد أيام على دخولها درعا وما وصفه النظام بالنصر الاستراتيجي، أكد موقع ستراتفور بروز خلافات داخلية في نظام الأسد بين ما سماه الإصلاحيين والمتشددين، حيث لفت إلى وجود أطراف راغبة في العودة إلى الساحة الدولية، فيما تشدد أطراف أخرى تشدد على ضرورة استمرار قبضة النظام الأمنية والسيطرة على مفاصل الحياة بسوريا، لا سيما الاقتصادية منها، مضيفا أن النظام يواجه ضغوطات شعبية من مواليه وخصوصا من الطائفة العلوية، إذ طالت الاحتجاجات الشعبية هذه المناطق بسبب الأوضاع المعيشية المتردية. أما مطالبها فإيجاد طرق لاستعادة العلاقات التجارية مع العالم الخارجي، وهنا رجح موقع ستراتفور أن يضطر نظام الأسد لتقديم تنازلات للمعارضة في حال الرغبة بإعادة الاتصال بالعالم الخارجي، مضيفا أن التنازلات قد تأخذ شكل الصفقة أو أضعاف سلطة الرئاسة، وهو ما سيرفضه المتشددون داخل النظام وفق الموقع. في هذا الإطار أيضا لفت موقع ستراتفور إلى أن روسيا ستجبر على لعب دور الوسيط بين الجهتين، كما سيضطر الجيش الروسي في حال زادت الاضطرابات للقيام بدور صانع السلام وتحويل تدخله إلى احتلال في أجزاء من البلاد بحسب الموقع. وأضاف أيضا ستراتفور أن موسكو تريد من الأسد دعم الإصلاحيين داخل الحكومة وابتعاده عن استراتيجية الأرض المحروقة التي تعيق إعادة الإعمار. وهنا اعتبر الموقع أن استخدام روسيا لنفوذها والدفع نحو الإصلاح قد ينقلب ضدها، فهي ستخاطر بعزل أعضاء الدائرة المقربة من الأسد والتي تعتمد عليها للإبقاء على مصالحها في سوريا كقاعدتها البحرية في طرطوس، لا سيما أن هذه الدائرة المتشددة تعتمد على الدعم الإيراني في أمنها، وقد تضطر لاستبعاد موسكو من الميدان لصالح إيران. ومن جديد نتابع الحديث مع ضيفنا الذي يرافقنا من واشنطن الدكتور سمير التقي، الباحث في المعهد في معهد الشرق الأوسط. دكتور التقي، يعني كيف تعقب على هذا التقرير؟ كنا قد تحدثنا يعني في جزئية منه، وما الدور الذي يمكن، كنا تحدثنا عن الدور الروسي الذي يمكن أن تلعبه، وهناك أيضا من يتوقع قيام احتجاجات شعبية واضطرابات ما يمكن أن يؤدي إلى موجة جديدة من الاضطرابات، هل توافق؟ معظم التقرير أوافق عليه، نعم، ولكن الاضطرابات بدأت منذ الآن في مناطق أهلنا في جبال العلويين وفي مناطق مختلفة، الحياة أصبحت مستحيلة كما هو الوضع في لبنان، هناك فشل تنموي، فشل إداري، فشل في كل نواحي الحوكمة، وبالتالي نعم هناك أزمة عميقة تثبت أن هذا النظام لم يعد قادر. ولكن المشكلة الرئيسية كما قلت، النظام يعمل من وجهة نظر السلطة الأمنية العسكرية على أساس الجزر، وكل
الجزيرة عليها أمير حرب، وأمير الحرب هو له مصادره الخاصة وأمواله وله علاقاته الخاصة مع روسيا وإيران. المشكلة الرئيسية أن نواة النظام ترتبط أكثر كما قال التقرير، ترتبط أكثر بإيران وترتبط أكثر بالمتشددين. أما احتمال كما يقول التقرير أن تقوم روسيا بالتدخل على الأرض فأستبعده جدا. أجد أن روسيا أصبحت الآن تفك ارتباطها وتورطها المباشر، هي تحتاج لآلاف الجنود في سوريا إذا أرادت أن تدخل وتلعب دور أحياء تكتيكات الحرب الباردة، يعني أشار التقرير إلى ذلك أيضا دكتور تقي. ولكن الشيء الجديد كما قلت سابقا، الشيء الجديد الذي يجري الحديث عنه الآن في هذا الإطار بالذات هو البدء بالحديث عن عمليا تقسيم سوريا في إطار فيدراليات، ومع الإدراك بأن هذه النواة المركزية في دمشق لا يستطيع الروس تقسيمها، ولكنهم يتوجهون أكثر من أجل تفككت وعمليا إرخاء العلاقة مع المركز بشكل أو بآخر، سواء في مناطق المعارضة أو حتى في مناطق النظام، في مناطق الساحل وفي مناطق مثل حمص وإلى آخره. فإذا الحديث الآن عن الفيدرالية أو الكونفيدرالية مع صلاحيات غائمة تعطى للأمراء الحرب عمليا هنا وهناك، وأمر جديد يظهر مدى المأزق الذي وصلنا إليه. أيضا ماذا بالنسبة للعلاقات بين إيران وروسيا في سوريا؟ أنا في رأيي لا يوجد تناقض استراتيجي، الحلفاء دوما يتقاتلون، ليس فقط يتخاصمون بل يتقاتلون، ولكن الجامع الرئيسي حتى الآن لم تظهر روسيا أنها تريد أن تحقق منعطفا في اتجاه إخراج إيران من سوريا. الآن ما جرى في درعا عمليا أرسل سيئة جدا لإسرائيل بأن وللأردن بأن روسيا أدخلت الميليشيات، وهذه الميليشيات حين تدخل قريبا ستأتي بعدها الصواريخ وأجهزة الرصد الراداري وإلى آخره. لذلك في اعتقادي الآن نعود إلى حلقة مفرغة من الصراع الإقليمي من طرف لدينا عدد من القوى التي تحاول أن تستخدم سوريا كمنصة، وأعتقد هذه المشكلة. العلاقات الإيرانية الروسية بشكل رئيسي بما جرى في درعا. الآن في درعا الميليشيات الإيرانية أصبحت على حدود إسرائيل وحدود الأردن. نعم، وربما يعني مصلحة روسيا الحفاظ على قاعدتها العسكرية في طرطوس. طبعا يعني الكلام شيق، وطبعا يعني الحديث بقية في الأيام المقبلة. نشكر لك هذه المشاركة معنا من واشنطن دكتور سمير التقي، الباحث في معهد الشرق الأوسط. شكرا لك لكل هذه الإيضاحات وهذه التفاصيل. رجحت صحيفة الجمهورية أن تعقد جلسة منح الثقة تعقد لحكومة ميقاتي أواخر الأسبوع المقبل أو في 20 سبتمبر الحالي على أبعد تقدير، مضيفة أن الاثنين المقبل سيشكل اليوم الأول لانطلاقة الحكومة اللبنانية الجديدة. في هذا الإطار تساءل موقع جنوبية عن ردة فعل المجتمع الدولي في حال تضمن البيان ثلاثية الشعب والجيش والمقاومة أو الصبغة التي سيعطيها لهذه الحكومة. وحول الشأن اللبناني، وبعد 13 شهرا من الشلل السياسي الذي غدد أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ لبنان، تشكلت حكومة نجيب ميقاتي 24 وزيرا اختارهم ميقاتي ووافق عليهم الرئيس ميشيل عون، وزراء منتمون سياسيا بشكل واضح. ورغم نفي ميقاتي إلا أن مصادر محلية أكدت أن رئيس الجمهورية نال تقريبا الثلث المعطل ولو بشكل مستتر، فثمانية من هؤلاء الوزراء
وزراء مقربون من عون أو محسوبون على حلفائه، فيما وزير السياحة جورج كلاس الذي لم يكن انتماؤه واضح وصفه مراقبون بالوزير الملك لأنه نقطة تقاطع بين عون وبري، وحملت الحكومة الجديدة حملت أسماء جديدة عدة من بينها وجوه اقتصادية يرجى منها متابعة الأمور النقدية وتسوية الأوضاع مع الصندوق النقد الدولي كنائب رئيس الحكومة سعادي الشامي ووزير الطاقة وليد فياض، كما كان للوجوه الإعلامية حضور أبرزهم الإعلامي المعروف جورج قرداحي الذي تسلم حقيبة الإعلام، هذا ويحمل عدد من الوزراء جنسية أوروبية كوزير الأشغال المحسوب على حزب الله علي حمية ويحمل الجنسية الفرنسية. حكومة نجيب ميقاتي شملت أسماء سنية لافتة كالوزير فراس الأبيض وناصر ياسين اللذين لقا ترحيبا كبيرا، وضمت كذلك قاضيين أحدهما وزير الداخلية والآخر وزير الثقافة بالإضافة لسفيرين وضابط واحد هو وزير الدفاع، لكنها كانت خجولة من حيث التمثيل النسائي الذي تمثل بوزيرة واحدة تسلمت حقيبة التنمية الإدارية وهي نجلة رييشي. ملاحظات عدة طالت حكومة ميقاتي التي تشكلت بعد ضغط دولي هائل، وكان الممهد الأبرز لولادتها اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي ماكرون ونظيره الإيراني رئيسي، فهي لم تراعي بأي شكل من الأشكال المواصفات التي تضمنتها المبادرة الفرنسية، أي حكومة مصغرة من الاختصاصيين غير المستقلين الحزبيين من غير الحزبيين، بل أنها كشبيهاتها السابقات حكومة ترزح تحت ثقل وازن لحزب الله قادر على التحكم بقرارها وفق مراقبين. وفي ردود الفعل على ما قاله متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة ترحب باتفاق زعماء لبنان على تشكيل حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي، وحث البرلمان على الموافقة سريعا على الحكومة الجديدة، مؤكدا استعداد واشنطن لدعمها في العمل الشاق الذي ينتظرها. من جانبه رحب الاتحاد الأوروبي بتشكيل حكومة في لبنان مطالبا إياها بالبدء بتنفيذ الإصلاحات والتحضير للانتخابات. بدورها أعلنت الأمم المتحدة أنه حان الوقت لتخفيف الأعباء عن كاهل الشعب اللبناني وتلبية تطلعاته لمستقبل أفضل، وأن لبنان بحاجة لخطوات سريعة وشجاعة لبدء الإصلاحات والتحضير للانتخابات. وللمزيد حول تشكيل هذه الحكومة الجديدة في بيروت بعد 13 شهرا ينضم إلينا من بيروت الأستاذ أسعد بشار الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ أسعد برفقتنا مع قناة الحدث إلى هذه الساعة الإخبارية. أهلا. أولا يعني كيف تتوقع أن يكون البيان الوزاري؟ يعني من المتوقع أن تجتمع الاثنين المقبل، وماذا بالنسبة لهذا البيان المنتظر؟ مقتضب، وكما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يعني بدون سياسة، يعني بدون أن يدخل في إشكاليات، لكن مع حفظ هيمنة حزب الله على الفقرة المتعلقة بتقديم غطاء لسلاحه. يعني هذه حكومة ستكون أسوة بسابقاتها من بالنسبة لحزب الله، حكومة تغطية سلاح حزب الله. عناوين أساسية تحدث عنها ميقاتي، يعني تحدث عن برنامج إصلاح، مفاوضات مع صندوق النقد الدولي تبدأ خلال شهر، كورونا، الأزمة الاقتصادية، الانهيار. يعني أعتقد أنهم سريعا، لأن هذا سيكون موضوع إنشائي وليس بيان وزاري. أما العبرة ففي الذهاب إلى أن يكون لهذه الحكومة أجندة يعني واحدة ولو بالحد الأدنى للتعاطي مع الملفات المتفجرة التي تنتظرها. وبالتالي هل نحن أمام حكومة يعني من أجل فرملة الانهيار في لبنان؟ هذا يتوقف على كيفية الإداء داخل الفريق الواحد. عمليا هي حكومة الفريق الواحد، حكومة حزب الله. أما الباقي يعني موقع رئاسة الحكومة هو في خدمة تغطية حكومة يعني قرارها بيد حزب الله،
قرارها الكبير الاستراتيجي بيد حزب الله. أما موضوع التحاصص والتعيينات والتفاهم على كيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي يشترط التحقيق الجنائي ليس فقط في مصر في لبنان، إنما في الوزارات الأساسية التي تم فيها الهدر، وزارة الطاقة، ضبط الحدود، المطار، القطاع العام، تحرير سعر صرف الليرة، كلها مواضيع خلافية قبل أن يجلس ميقاتي ويترأس أول جلسة للحكومة. نعم. لكن هذا سيتم توضيحه خلال أيام وليس أسابيع. حكومة اللون الواحد، يعني كما تفضلت وقلت أستاذ بشارة، قرارها الاستراتيجي بيد حزب الله، وبالتالي يعني كيف تقرأ ردود الأفعال الدولية على تشكيل هذه الحكومة؟ الحكومة الوليدة يعني ولدت نتيجة طبعا عناد إيراني بالبقاء إلى اللحظة المناسبة، بتعطيل تشكيل حكومة إلى اللحظة المناسبة. ماكرون زار بيروت مرتين منذ سنة وأعلن مبادرة تم تذويبها كليا، وتحولت الحكومة من مبادرة فرنسية إلى شيء آخر. عندما حصل التواصل الفرنسي الإيراني، اتصال ماكرون برئيسي، كان ماكرون بيده يعني ضمانة أمريكية بعدم الاعتراض على هذه الحكومة، وهكذا ولدت الحكومة. إيران تنال مرة ثانية حكومة قرارها لها في لبنان، وفرنسا تنال شرف أنها الحاضنة الوليدة للحكومة. الأمريكيون كانوا واضحين في الفترة الأخيرة، نعم شكلوا حكومة في لبنان، لا نريد أن نتحدث مع ميشيل عون وحزب الله، إذا كان نجيب ميقاتي فليكن يشكل حكومة، على الأقل هناك حكومة أمر واقع موجودة نستطيع أن نتحدث معها بمنطق، يعني إدارة انهيار أو تلقي مساعدات أو إدارة مرحلة انتقالية صعبة، لا أكثر ولا أقل. هذا هو المناخ الدولي الذي أدى إلى ولادة الحكومة في لبنان. نعم، من اللافت أستاذ أسعد يعني بأنه من بين الأسماء في تشكيلة هذه الحكومة قاضيين، ورئيس الحكومة ميقاتي لم يأتي على ذكر موضوع المرفأ وتحقيق العدالة لأهالي الضحايا وللكشف يعني عن ملابسات هذا الانفجار. هذه من أخطر الظواهر، ولا أريد أن أكون قاسيا، ولكن قضاة فيها ثلاثة قضاة، رفول بستاني، نعم، مرتضى، والمولوي وزير الداخلية. طيب هؤلاء القضاة عندما يكونوا في سلك القضاء ويتم وعدهم بأن مكافأتهم على سلوكهم القضائي هو بالتوزير، يعني الجهاز القضائي هو تابع لهذه المنظومة السياسية، وعلى هذا الأساس تم توزيرهم. أحدهم عليه ملف ضم أراضي مخالفة لبناء مخالف في على شاطئ بيروت، الآخر لديه تراث في المحاباة جبران باسيل، الثالث لدى حزب الله. فإذن هذه أسوأ صورة عن الجهاز القضائي في لبنان، عندما يخرج قضاة من السلك القضائي فورا إلى التوزير لأنهم يحابون أو تابعون أو يتحركون بالريموت كنترول. نعم. مع المنظومة السياسية هذه ظاهرة سيئة جدا وغير صحية. أستاذ أسعد نشكر لك هذه المداخلة، بانتظار ما ستكشفه أو سيكشفه البيان الوزاري في الوقت القريب. نشكر لك هذه المشاركة معنا من بيروت وكل ما تفضلت به. كان معنا إذن من بيروت أستاذ أسعد بشارة الكاتب الصحفي، شكرا لك. شكرا جزيلا. نشرتنا مستمرة فيها أيضا بعد الفاصل. الضربة الأمريكية الأخيرة على أفغانستان قتلت عاملا في منظمة غير حكومية وليس داعشيا بحسب نيويورك تايمز. سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة، تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء، مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم، أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين. مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهماً. استوديو الحدث يومياً 9 صباحاً بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث.
كل منهم لديه مهمة. باحثين عن المعلومة ليأتوك بالخبر، حتى وإن كانت الظروف صعبة. سأذهب مباشرة بالصورة. ومهما كلفهم الأمر لا يتراجعون. يوما بعد يوم مستمرون. مراسلو الحدث. احييكم من جديد، فاهلا بكم. أكد الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي حاجة تونس لحكومة وانتخابات تشريعية مبكرة، وصفا إياها بالأولوية القصوى، وشدد على أن الوضع الحالي لا يمكن أن يبقى كما هو عليه وفق تعبيره. انتخابات مبكرة تشريعية، والانتخابات بعد ما تمشي انتخابات مبكرة تشريعية وتصبح عندك مؤسسة تشريعية، وقتها إجا باش نقعد مع بعضنا نتناقش في المؤسسات، معناها على النظام السياسي ونمشي بين السفاهة تختلف. الأولويات الاتحاد تحت المضرب، أولويات الحكومة، أولويات بقيت مع شكون نحن. عندي عودة مدرسية وعندي عودة اجتماعية، ماهوش معقول البلاد تصفق بالوضع هذا. هذا ماشي في عودة مدرسية. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقا يتعارض مع رواية الجيش الأمريكي حول الضربة الأخيرة التي نفذها في أفغانستان، إذ قالت الصحيفة أن الضربة لم تؤدي إلى مقتل إرهابي داخل سيارة مفخخة، بل أودت بحياة عامل في منظمة غير حكومية كان يحمل عبوات مياه، ودمرت الولايات المتحدة في 29 من شهر أغسطس عبر غارة جوية سيارة قالت إنها كانت محملة بمتفجرات، مؤكدة أنها أحبطت بذلك محاولة لتنظيم داعش لتفجير مطار كابل. وكانت عائلة سائق السيارة إزميراي أحمدي قالت غادات الغارة الجوية إن 10 أشخاص قتلوا جراءها معظمهم من الأطفال. وبحسب الصحيفة الأمريكية التي تستند إلى مقابلات وصور التقطتها كاميرات مراقبة، فإن تنقلات إزميراي أحمدي في اليوم الذي نفذت فيه الضربة، وهي تنقلات اعتبرها الجيش الأمريكي مشبوهة، كانت تحركات يقوم بها خلال يوم عمل عادي. كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز استنادا إلى لقطات كاميرات مراقبة إلى أن صندوق السيارة كان من دون شك مليئا بعبوات مياه عمل الرجل على نقلها إلى منزله. وفي رد على التقرير قال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي إن التحقيق مستمر، مضيفا في بيان مقتضب أن الضربة استندت إلى معلومات استخبارية جيدة، وما زلنا نعتقد أنها منعت تهديدا وشيكا على مطار كابل. نشرت مجلة نيوزويك الأمريكية تقريرا يكشف عن تفاصيل وصفتها بالمثيرة للذعر في الأيام السابقة لهجمات 11 سبتمبر. وأوضحت المجلة أن الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن والمتهم بالتخطيط للهجمات كان قد اتصل بوالدته في سوريا قبل الهجمات بيوم واحد، وأخبرها أنه لن يتواصل معها لفترة من الوقت لأن شيئا كبيرا سيحدث قريبا. كما كشفت المجلة عن أن السلطات الأمنية أخبرت الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في 6 أغسطس عن هجمات محتملة يخطط لها بن لادن. مكتب التحقيقات الفيدرالية أرسل تقريرا كذلك في 5 سبتمبر إلى سلطة الطيران الفيدرالية المحلية في مينيابوليس، محذرا من تهديدات محتملة لاختطاف طائرات تعود لشركات كبيرة. كما حذرت وكالة الأمن القومي في 8 سبتمبر من هجمات إرهابية وشيكة محتملة. تنطلق غدا سلسلة جديدة من وجها لوجه مع زميلة رولا الخطيب، وستعرض السلسلة لأول مرة وبشكل حصري ستعرض تقارير عن دور الجيش اللبناني في مكافحة التهريب وتطبيق القرار 1701 وما يقوم به هذا الجيش لوقف معامل وتجارة الكبتاغون وعلاقة ميليشيا حزب الله بهذه التجارة. هذه السلسلة ستستمر لخمسة أيام من الأحد إلى الخميس على نشرة 3:30 بتوقيت غرينتش، 4:30 بتوقيت الرياض وبيروت. تمكنا من الحصول على حق حصري لأول مرة
لمواكبة الجيش اللبناني. كاميرا الحدث ترافقه برا وبحرا وجوا على الحدود اللبنانية السورية لمعرفة دوره في مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية. سلاح ذخيرة كابتغون من دهمه بكامل قطاعنا دون أي استثناء. وكيف يواجه الإرهاب والمخدرات؟ هذه الثلج الشفافية قدامي كلها سوري. ملفات حملتها الحدث إلى لبنان. بيضربوا أربيجيات. وعادت بتقارير مختلفة. لا وجود لخطوط حمراء على عمل الجيش بهالمنطقة. وجها لوجه. قنبلة الخفيف الحدث لبنان. ويسعدني أن نرحب معنا في داخل الأستوديو مع الزميلة رولا الخطيب الصحفية في قناة الحدث. أهلا بك في ضمن سلسلة جديدة من وجها لوجه. رولا، هالمرة الجيش اللبناني، لماذا الجيش اللبناني وفي هذا التوقيت؟ أول شيء تحية لك جيزال وللمشاهدين، وطبعا تحية الأكبر لقيادة الجيش اللبناني ومديرية التوجيه ومديرية المخابرات لأنه أعطونا هذا الحق الحصري. نحن اخترنا هذا التوقيت جيزال لعدة أسباب. بداية، نحن بمرحلة حرجة بلبنان وكان هناك خشية إقليمية كبيرة من انهيار الجيش اللبناني بسبب الأزمات اللي يعاني منها، الأزمات السياسية والاقتصادية ويلي أثرت على الجيش. وبالنتيجة نحن نعلم حتى بتاريخ لبنان القرار السياسي بلبنان هو الذي يؤثر على المؤسسة العسكرية. عند بداية الجيش اللبناني ب43 عند نشأته كان هناك قرار سياسي بأنه يدعموا الجيش، لهيك تمكن فؤاد شهاب من عمل جيش قوي، لكن هلأ هناك محاولة إضعاف. فأهمية الجيش أهمية ليست فقط مهمة للبنان، هي مهمة إقليميا ودوليا جزيل سوري، وخصوصا أنه سقوطه هلا رح يأثر بكثير ملفات، منها ملفات مكافحة الإرهاب، منها ملفات الكابتاغون. يعني هناك لهيك شفنا هذا الهب الدولي لدعمه، ونحن واكبنا هذا الأمر طبعا إعلاميا على الأرض. نحن حابين نتعرف منك رولا على مهمات الجيش اللبناني، ما وراء الكواليس، ما الذي لا يعرفه يعني المشاهد أو المواطن من الخارج. بداية، صدقا أنا اكتشفت، نحن دائما لا نعرف الجيش اللبناني، لا نعرفه، اكتشفت أنه هناك نوعا ما مارد مخبأ. قدرنا نحن، هن عطونا المجال أنه نتعرف عليه. الجيش يقوم بمهمات عدة ومهمات بمناطق خطرة، مثلا على الحدود اللبنانية السورية، بمناطق بحور تعلى وبريتيل، هذه المناطق الأمنية صعبة بلبنان، بجنوب لبنان، بشماله، يقوم بعدة مهمات أبرزها حربة الكابتاغون، منع التهريب، تطبيق القرار 17-01 يعني عديدة نعم. وأنا بدي أقول شغلة كمان كتير مهمة، بالتأكيد نحن دائما نسأل إنه شو دور الجيش باللي عم بيصير. هناك دور كبير هو عم بيقوم فيه، رح تبين بالتقارير. وأنا اكتشفت شغلة، إنه عندما يكون هناك جيش لبناني لا خطوط حمراء، يعني في تونس مثلا الجيش يدعم الرئيس سعيد، أيضا في مصر يعني الجيش هو أساسي، وأيضا في لبنان هو عمود أساسي، هو عمود أساسي بيحمي الاستقرار والأمن بلبنان، ومخلي بعد المؤسسة الوحيدة التي تعمل في لبنان هي مؤسسة الجيش، وهي المؤسسة الوحيدة اللي لما بتدخل على وزارة الدفاع أو الجيش يعني ثكناته بتحسي فيه بعد هيبة الدولة. هذا هو المكان الوحيد. وأنا كنت عم بقول لا خطوط حمر عن جد قدام الجيش اللبناني. جزال في شغلة بسيطة، أنه مثلا بالكابتاغون المناطق اللي بيدخلوا عليها تؤكد أنه الجيش ما عنده خطوط حمراء. في مناطق نحن كقناة حدث بلبنان غير مرحب فينا فيها، مثل على الحدود، مثل بمناطق سيطرت ميليشيا حزب الله وما كنا نقدر ندخلها. أنا ما عرفت لنزلت لتحت من زملائنا أنه إن إحنا فتنا لفوق هنا، لكن عندما تكونين مع الجيش اللبناني بتقدري تفوتي وين ما كانوا، ما عليك خطوط حمر. بعد عنا دقيقة رولا، منحب نعرف يعني المشاهد على ما يعني ما منشوفه بالتقارير، ولكن أنت من خلال يعني هالتجربة مع الجيش اللبناني شفتي أمور نحن ما فينا نشوفها بالتقارير، شو هي؟ أول شيء، أنت ما تجدينه عند الجيش اللبناني لا تجدونه عند السياسيين اللبنانيين، هو الصدق بالتعامل. يعني
هن من البداية بيكونوا صادقين معك، بيوعدوك منا نعطيك هيك، بتحكي انت وين، بيقولوا لك منا نعطيك هيك وما منا نعطيك هيك، بيشتغلوا معك بكل صدق بكل أمانة، بيعطوك يعني لما عرفتي يعني مريحين بالتعامل، غير السياسيين يعني، وعذرا طبعا مش الكل، ما بيلفوا بيدوروا فيك الجيش. الجيش صراحة أنا اللي صعقت فيه كمان أنه نحن عنا عن جد ضباط، ومعظم الضباط أقل ضابط، يعني انتهى الوقت. أكيد سيكون هناك متابعة لوجها لوجه عن الجيش اللبناني برفقتنا عبر قناة الحدث. شكرا لكم مشاهدينا، ختام النشر، إلى اللقاء.